محلب في تشاد لتوضيح موقف خارطة المستقبل وأهمية عودة مصر للاتحاد الإفريقي. القوات المسلحة تهنئ الشعب المصري بعيد تحرير سيناء وتؤكد سيطرتها الكاملة على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء. بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية توقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين والسلطة تدرس خيارات الرد. بانوراما نيل، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. والبداية مع زميلي خالد حسين. إليك خالد. شكرا لك يا أمل، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. وصل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى العاصمة التشادية نجامينا في زيارة لتشاد تستغرق يومين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. وفور وصوله توجه رئيس الوزراء إلى تفقد إحدى المشروعات التي تنفذها شركة مصرية بمرافقة آدم يونسمي وزير البنية التحتية والنقل في تشاد. في إطار حرص مصر على الحفاظ على علاقاتها مع الدول الإفريقية، بدأ رئيس الوزراء إبراهيم محلب زيارة مهمة لتشاد في إطار جولته الإفريقية التي تشمل أيضا تنزانيا وتستمر من 24 إلى 26 من إبريل الجاري. ويسلم محلب خلال الزيارة رسالة من الرئيس عدلي منصور للرئيس التشادي إدريس ديبي تتعلق بتطورات الأوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية المصرية التشادية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات. كما يجري محلب مباحثات مع الرئيس التشادي ورئيس الوزراء بشأن سبل زيادة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة، يعقبها التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجالات الزراعة والبترول. وقال محلب إنه سيوضح خلال جولته الإفريقية موقف مصر من استكمال خارطة الطريق وأهمية عودة مصر لعضوية الاتحاد الإفريقي، وكذلك تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مكافحة الفكر الإرهابي والتصدي للجماعات المتطرفة. وأشاد محلب بدور الشركات المصرية العاملة في القارة الإفريقية في عمليات التنمية وتوثيق أواصر الصداقة بين مصر وتلك الدول عبر إقامة المشروعات الكبرى هناك. على منتصر النيل. صرح محمود سعد السفير المصري لدى دولة تشاد بأن زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى تشاد تكتسب أهمية كبيرة نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة حاليا. وأكد السفير المصري لدى تشاد على قوة العلاقات بين البلدين وضرورة دعم هذه العلاقة من خلال التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي. هنلاحظ أن حصل تفكك أفريقيا الوسطى، سقوط الدولة المركزية فيها، ليبيا سقوط الدولة المركزية فيها، النيجر حتى بالجماعات المسلحة نشطت وواجهت نوع من التهديد، دارفور عارفين كلنا طبعا الوضع بتاعه. بالتالي أنت في منطقة فيها فوضى وفيها عدم استقرار وتربة صالحة لأي جماعات ترى أن المنطقة دي تقدر تتوطن فيها. من هنا الظروف التطورات دي المرحلية بتبين قد إيه تشاد لازم تبقى علاقتك بيها علاقة بدرجة ومستوى معين لارتباطها المباشر بالأمن القومي المصري وبمتطلباته، بضرورة الوفاء بمتطلباته. من جانبه أيضا أكد سفير تشاد الجديد لدى مصر حسن آدم أجي أن زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لبلاده تعد تقديرا لدور تشاد في المنطقة، كما أنها ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد السفير التشادي أن عملية تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي مسألة وقت، كما أشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في العالم وليس في إفريقيا فقط. وعرب آدم أيضا عن أمله أن يجتمع الأشقاء الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان للوصول إلى حل لموضوع سد النهضة، وذلك على صعيد الخلاف المصري الإثيوبي.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من عاصمة جمهورية تشاد إنجامينا موفد النيل علاء رشوان. علاء، ما هي أهم المباحثات التي أجراها محلب وما هي أهم الزيارات أيضا التي قام بها؟ يعني أمل، بداية حرص رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على إجراء تفقد لبعض المشاريع التي تساهم فيها الشركات المصرية وعلى رأسها شركة المقاولون العرب، واستعراض كافة الملفات التنموية والاقتصادية قبيل بدء مباحثاته الرسمية غدا مع نظيره الإثيوبي، وكذلك لقائه مع رئيس الدولة إدريس ديبي. انتهت منذ نحو ساعة جولة محلب في موقع لطريق تنشئه شركة المقاولون العرب يمتد من العاصمة إنجامينا إلى أنجورا بلالا، وهو طريق يمتد ل 120 كيلو متر بتكلفة إجمالية بلغت 61 مليون يورو. تم الانتهاء من 52% من أعمال هذا الطريق. امتدت الجولة لنحو 3 ساعات في جو شديد الحرارة بلغ 45 درجة مئوية. ذهب هناك ليثني على عمل عمال ومهندسي وفني شركة المقاولون العرب وبالإضافة إلى نظرائهم التشاديين. أكد هناك في تصريحات خاصة للنيل على أهمية العلاقة الثنائية بين تشاد ومصر، كون تشاد دولة محورية في منطقة وسط أفريقيا، وكونها مؤسس أصيل لمنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي. قال أنه سيطرح مسألة عودة مصر لمنظمة الوحدة الأفريقية من خلال دعم دولة تشاد الشقيقة. كذلك من المقرر خلال نصف ساعة أن يبدأ لقاء المهندس محلب مع وفد من الجالية المصرية العاملة والمستوطنة هنا في إنجامينا، بالإضافة إلى 80 من دعاة الأزهر المنفدين من قبل مؤسسة الأزهر لشؤون الدعوة هنا في العاصمة إنجامينا. هذا اللقاء لم يبدأ بعد، ولكن من المنتظر أن يبدأ خلال نصف ساعة لينتهي اليوم الأول من أيام جولة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في العاصمة التشادية، ويستهل غدا باكرا لقائه مع نظيره الإثيوبي، ومن ثم لقائه المرتقب مع إدريس ديبي رئيس الدولة، ليسلموا خلال هذا اللقاء رسالة خاصية من الرئيس عدلي منصور تحمل تقدير لدولة تشاد ورغبة الجانب المصري في دعم العلاقات الثنائية لا سيما في مجالات الاقتصاد والزراعة والبترول والإسكان مع الجانب الشادي. تابعنا خلال هذا اليوم الأول من أيام الزيارة تصريحات من الجانب الشادي ومقترحات قدمت بها وزارة الزراعة للجانب المصري لاستصلاح أراضي زراعية شاسعة في منطقة الفاية وسط البلاد، كذلك مقترح وطلب من الجانب الشادي للمساعدة في التنقيب عن البترول في حوض إدريسي وهو شمال البلاد عن الحدود الليبية، وكذلك استعانة بالخبرات والتمويل المصري في مد شبكات للطرق والصرف الصحي داخل العاصمة إنجامينا. المباحثات يغلب عليها يعني الجانب الاقتصادي والتنموي، وإن كان الجانب الأمني والسياسي لم يغب عن هذه اللقاءات وهذه الجولة التي من المقرر. أشكرك جزيل الشكر من عاصمة جمهورية تشاد إنجامينا موفد النيل علاء رشوان، شكرا لك على هذه المتابعة. كل عام وأنتم بخير. وجهت القوات المسلحة رسالة تهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة في عيد تحرير سيناء. وأكدت القوات المسلحة في رسالتها بأنها ستظل على عهدها ويقظتها ووعيها وعزمها وكفاءتها وسخائها في العطاء والفداء والتضحيات التي تبذلها من أجل الوطن. من ناحية أخرى، أكد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد الشحات سيطرة عناصر القوات المسلحة تماما على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى 32 لتحرير سيناء، أكد قائد الجيش الثاني والثالث الميداني أن هناك تنسيقا كاملا مع الشرطة المدنية للسيطرة على الأوضاع الأمنية في سيناء والقضاء على الإرهاب بشكل نهائي.
ثمانية أشهر مضوا على بدء عمليات مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، والجميع يترقب الوضع الأمني هناك. اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في جنوب ووسط شبه الجزيرة مقارنة بالشمال الذي ناله الكثير من العمليات الإرهابية. الجزء بتاع جنوب سيناء الحمد لله الوضع يعني نقدر نقول مستقر بنسبة 90%. في وسط سيناء بيقل شوية لأن هناك تسربات بتنزل من شمال سيناء، وهناك تنسيق كبير جدا مع الجيش التاني الميداني بحيث لو فيه أي أعمال بتتم أو فيه هروب من الشمال في اتجاه جنوب فالمنطقة تقريبا مغلقة بالكامل على الحدود بيننا وبين الجيش التاني. في سياق ذاته أكد اللواء أركان حرب محمد الشحات قائد الجيش الثاني الميداني ارتفاع حصيلة مداهمات البؤر الإجرامية لتصل إلى حوالي 462، إلى جانب ضبط حوالي 3957 قطعة سلاح. هناك استهداف لعناصر الشرطة المدنية والقوات المسلحة، كانت محافظة الإسماعيلية الشرقية وكل هذا الكلام. بالفعل كانت هناك خطة واعية مبنية على حجم معلومات كويس جدا، كنا بنستهدف هذه البؤر الإرهابية والإجرامية، وبفضل الله عز وجل يمكن حضراتكم تلاحظوا ان الأمر بالفعل نتائجه واضحة. هذا وقد أكد قادة القوات المسلحة اشتراك الجيشين بالتعاون مع الشرطة المدنية في تأمين كافة الأهداف الاستراتيجية، خاصة المجرى الملاحي لقناة السويس وكوبري السلام واللذين هما محل استهداف من قبل العناصر الإجرامية. ما يقرب من عام مضى على مكافحة الإرهاب في سيناء يزداد الألم مع سقوط الضحايا، لكن العزاء الوحيد أنهم يدفعون ثمن حرية البلاد من سطوة الإرهاب الأسود ليكملوا مسيرة خارطة الطريق السياسية في مصر. آية عبد اللطيف، التلفزيون المصري. احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء حتى قناة السويس في حرب يونيو عام 1967، واحتلت أيضا الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبت الجولان سوريا. فخضت مصر حرب استنزاف ضد إسرائيل توجت بحرب أكتوبر عام 1973، وحققت مصر وسوريا انتصارا عظيما على إسرائيل، واستعادت القاهرة بموجبه السيادة الكاملة على قناة السويس وجزءا من أراضي سيناء. وقد مهدت حرب أكتوبر الطريق لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 نتيجة لمبادرة الرئيس الراحل أنور السادات التاريخية في نوفمبر عام 1977 وزيارته للقدس. وعقب ذلك خضت مصر حربا دبلوماسية ضد إسرائيل لاستعادة كامل السيادة على سيناء، خصوصا بعد صدور القرار رقم 338 من مجلس الأمن، وادعي لوقف جميع الأعمال العسكرية بين مصر وإسرائيل. ولكن إسرائيل قامت بخرق القرار، مما دعا مجلس الأمن لإصدار قرار آخر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار ودخول إسرائيل في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات وفض الاشتباك في سيناء. وفي نوفمبر عام 1973 وقعت مصر وإسرائيل على اتفاق ينص على وقف إطلاق النار وتولي قوات الطوارئ الدولية مراقبة وتنفيذ هذا الوقف وتبادل الأسرى والجرحى، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط. وفي يناير عام 1974 تم توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك، وكان هذا التوقيع فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل وتحديد خطوط الفصل بين القوات. وفي سبتمبر 1975 تم التوقيع على الاتفاق الثاني لفض الاشتباك بين الجانبين. في سبتمبر 1978 وافقت كل من مصر وإسرائيل على اقتراح أمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة،
وتم بالفعل التوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978. وقعت مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 معاهدة السلام وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و238، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وانسحاب الجانب الإسرائيلي بالكامل من سيناء وتحديد جدول زمني لانسحابها.